اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه سنه 2023 كانت سنه خير، كلها يعني نجاحات وكلها انجازات حققها رجال وسيدات النادي الاهلي في الرياضات المختلفه وفي الرياضات الاخرى بصفه خاصه، ولا سيما رياضات طبعا الصالات اللي احنا نتقال علينا فيها ان احنا اسياد الصالات بالمعنى الحرفي للكلمه. يعني لو ذكرنا لحضراتكم ان رجال يد النادي الاهلي لوحدهم، يعني الفريق ده لوحده بيقفل السنه وهو مقفل 5 بطولات مختلفه، فطبعا ده شيء عظيم، وفي انجازات غيره كتير قوي الحقيقه اتحققت في الالعاب والرياضات الاخرى في النادي الاهلي. تعالوا نتكلم عن هذا الامر ونفتح هذا الملف مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده، الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا استاذ محمد. صباح الفل على حضرتك يا استاذ. صباح الهنا على حضرتك استاذ محمد. وملفات مهمه جدا، ونتكلم برضو عن نجاحات كتيره تحديدا في النادي الاهلي في رياضات مختلفه. انا ممكن ابدا كمان بيد الاهلي، خلينا نبدا من هنا. ومع النجاحات اللي احنا بنتكلم عنها، انا عايزه برضو من خبره حضرتك تقول لنا الاسباب بتاعه التطوير اللي بيحصل فجاه، او بيحصل مش هقول فجاه، بيحصل بشكل يعني ملحوظ، ده بيبقى راجع لايه اصلا؟ هو اول حاجه طبعا اكيد يعني في تخطيط لقطاع الرياضات الاخرى والالعاب الاخرى في الاهلي. الموضوع ده نتاجه من سنين فاتت النادي شغال عليه وبيقول القطاع ده اهميه كبيره، مش يعني مش زي ما الناس متخيله. طبعا اكيد يعني كره القدم اكيد ليها الشعبيه الكبيره، ليها الاهميه الكبرى، هي عنوان النادي، كل الكلام ده اكيد كل الناس عارفاه. لكن النادي بالنسبه لهم الالعاب التانيه دي مش حتى جزء فيها مهم جدا او في الاستراتيجيه اللي الاهلي بيشتغل عليها، ان هو حصد البطولات بس، لكن انت كمان عندك اجزاء تانية، ان انت شريان رئيسي لتصدير كل العناصر بتاعه المنتخبات طبعا، المنتخبات الوطنيه. وده بنشوفه في كل الرياضات وفي كل الالعاب سواء على صعيد الرجال او السيدات يعني. لكن الاهتمام السبوت بدا يتحط بشكل كبير الفتره اللي فاتت، نظرا لان النتائج ما بقتش حتى مردودها على المستوى المحلي بس. احنا لما نشوف الاهلي السنه دي بيلعب في ثلاث كاس عالم، بما ان احنا بنتكلم دلوقتي وفرقه الكوره بتنافس على برونزيه بطوله العالم للمره الرابعه في تاريخها، فكان عندنا 3 فرق مشاركه في كاس العالم السنه دي في العاب مختلفه، الباسكت، الهاند بول، نهايه بكره القدم يعني. فمفيش نادي في العالم عنده ال4 فرق شاركوا مبدئيا في كاس عالم في الالعاب المختلفه، ما فيش نادي في العالم عنده 3 أندية 3 فرق بتشارك في نفس السنه في 3 كؤوس عالم. فده اللي خلى الشغل اللي الرجاله بتعمله او اللعيبه بتعمله في الملعب بقى ليه مردود عالمي. يعني انت الاهلي دلوقتي 5 عالم في الهاند بول، احنا بنتكلم على صعيد الرجال والسيدات في العموم في كل الرياضات، ده حقيقي. وحتى البنات لو هنتكلم برضو عن ادائهم في خلال السنه دي، قدموا اداء مميز جدا، خدوا 3 افريقيا، ولما راحوا شاركوا في بطوله افريقيا حتى بره مصر لما كانت في الكونغو قابلوا بلاء حسن وقدموا نتائج كويسه جدا. صحيح. وكانوا قريبين من المحافظه على البرونزيه لولا بعض يعني الامور البسيطه. طيب احنا كده متفقين على ان ومن قديم الازل دايما القوام الاساسي والرئيسي لاي منتخب في اي رياضه بيكون من لاعبي ولاعبات النادي الاهلي. عايزين نمر كده سريعا على ولاد النادي الاهلي اللي بيشاركوا في المنتخبات الرياضيه المختلفه، ادائهم في 2023 كان عامل ازاي ونتج عن ده ايه؟ لا اداء مميز، يعني كل الناس اشادت بيه، كل الناس قالت انه لعيبه الاهلي كانوا حجر مهم جدا في الشكل اللي بيظهر بيه المنتخبات الوطنيه. يعني على سبيل بس المثال، مش هنقدر نحصر كل مش هنقدر نحصر كل الاسماء، في لعيب في الاهلي اسمه بلال ابراهيم خد افضل جناح ايسر على مستوى العالم في بطوله العالم للشباب لكره اليد. واحد من ضمن المواهب اللي كل الناس حاطه الانظار عليها بالرغم انه بصغر سنه، يعني هو لسه لغايه دلوقتي 20 سنه هو 21 سنه الناس كلها شايفه انه ده اللعيب ده. هو لسه بالمناسبه لسه عندهم بطوله عالم، لسه عندهم كاس عالم كمان السنه الجايه، المفروض هيلعبوا بطوله افريقيا في 2024 ويبقى عندهم كاس عالم في 2025، يقدر انه منها خلاص هيبدا بقى يكون عنصر رئيسي في الفريق الاول. هو لغايه دلوقتي بدايه من دلوقتي مستر ديفيد ديفيز بيصعده يبقى موجود لما بيحتاجه. لازم بالكيفيه اللي حضرتك بتتكلم عليها ده لازم ينضم. ده بالاضافه ان حتى انا مش هقول لحضرتك انه مستر ديفيد ديفيز في النادي الاهلي شايفه، لا ده احنا كمان بنتكلم على مستوى المنتخب الوطني. مستر كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر ضمه في التجمع الاخير اللي قبل افريقيا اللي هتكون
موجود عندنا في مصر هنا الشهر القادم، شايف ان هو لعيب مهم جدا من ضمن اللعيبه اللي هيبدا يتحط عليها استراتيجيه وشكل يبدا ان هو يمشي عليه السنين الجايه. ف يعني انا شايف واحد من الناس، انا برشح اللعيب ده انه خلال السنتين ثلاثه اللي جايين هنسمع الاسم ده بيحترف في فرق اوروبا، لان هو عنصر مهم جدا، لعيب عنده حلول، عينه حلوه في الملعب، كمان برجله واسع، يعني دايما بيكون الوينجات هو يكون سريع لكن مش طويل، عشان هو لانه هو مهم جدا الفاست بريك، يقدر ياخد الكرة بسرعه يروح يسجل، لكن هو من ضمن اللعيبه اللي كمان عنده عنصر الطول وبرجله واسع، فبيقدر انه يوصل للجون باسرع وقت يعني. ففي كتير كمان عناصر كتير موجوده في الفرق، فريق النادي الاهلي تحديدا تقدر انها تكون موجوده في المنتخبات الوطنيه وبتقدم اداء مميز يعني. حتى لسه عبد الرحمن حميد كلنا يعني بنبارك له انه تم شفائه على خير، وانه بدا رجع من ايام قليله للفريق الاول لكره اليد على طول، كان برضو باسطور حاطط عينه عليه، واول ما ضمه للمنتخب وموجود دلوقتي مع المنتخب في الاستعدادات النهائيه لامم افريقيا. احنا عندنا كذا رياضه، يعني مش عايزه اتكلم عن واحده واحده معانا النهارده، لكن في العموم زي ما كنت بقول لك انا في بدايه الحلقه برضو استاذ محمد، يعني في طفره حلوه جدا حاصله، بس لو انا بعدت شويه عن النادي الاهلي واتكلمت في العموم في كل الانديه، علشان في الاخر في منتخبات يعني تهمنا كمان، ويهمنا ان مصر تبتدي تنافس دول كبيره على كل المستويات في الرياضه رجال وسيدات، ويبقى مش بس بتنافس وخلاص، لا بتنافس وبتفوز، فده مش حاصل في كل رياضات الصالات الحقيقه، ولكن في رياضه او اتنين ومنهم اليد طبعا احنا بننافس بشكل كبير جدا. انا دلوقتي كمنظومه في مصر في الرياضه العاب الصالات، ايه اللي ينقصني؟ ايه المشاكل اللي عندي؟ ايه نقاط القوه اللي عندي؟ عشان دلوقتي لما اعمل نظره من بعيد وابتدي احط خطه اقول انا مثلا بعد كده على مستوى المنتخب في رياضات 1 2 3 4 هنافس، وهنافس على رانكينجز اولى، ايه عشان اوصل ده ايه المفروض، او ايه الخطه اللي المفروض احطها؟ ايه المشاكل اللي لازم اصلحها؟ بص، في اتحادات كتير بدات الصراحه، لا 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 يعني الموضوع هو الموضوع حتى واضح وبقى مرئي لكل الناس، مفيش حاجه تستخبى، مفيش حاجه ابرز مروح. اتحاد اشتغل على الملفات دي ونتائجه متكرره واصلا متتاليه على طول، هو اتحاد اليد. اتحاد اليد مختلف رؤسائه او اللي بيكون على راس السلطه او راس القياده الفنيه للاتحاد، بس حافظوا على الاستقرار، هو سيستم واحد الناس كلها جايه تمشي عليه كويس. باختلاف ممكن يبقى فيه اختلاف في الفكر في التطبيق، لكن في الاخر انت عندك استراتيجيه الناس كلها شغاله عليها. طبعا كان صاحب يعني باكورة الطرح الاستراتيجية دي كان دكتور حسن مصطفى، أول واحد حط النظام والسيستم، اللي لغاية دلوقتي كل رؤساء الاتحادات لما جم بعد منه كله محدش يعني خرج عن النهج يعني. وأوقات بيبقى في حد عايز يجي يحط التاتش بتاعه فينسف القديم ويبدأ يشتغل من أول وجديد، معظم الوقت يعني. فده بيبقى في بعض الاتحادات، ده موروث إداري عندنا. ما هو للأسف الموروث الإداري ده بيبقى دايما بيكون نتيجته إنك بتتراجع سنين كتير عشان صحيح. تقدر إنك ترجع تاني لنفس المكان اللي أنت كنت عندها، محتاج سنوات أكتر. طب احنا لما يكون عندنا اتحادات ناجحة بالشكل ده وبشكل ملموس ما فيهوش مساحة للاختلاف في وجهات النظر، زي ما هو الحال في مثلا اتحاد كرة اليد، وزي ما طبعا هو الحال في اتحاد الاسكواش والسلاح، ليه ما بناخدش النماذج الناجحة دي ونطبقها مع الاتحادات اللي أدائها هيتقال عليه لسه بقول لحضرتك حاجة. لا في ناس اتعلمت في اتحادات اوريدي، واحد ما يعني اشتغلت شافت انه النجاح ما هو النجاح كده كده، حتى لو انت مش حابب ان الاتحاد ده يكون نجح عشان ما يظهرش فشلك، لكن انت اوريدي عارف انه هو هيظل ناجح حتى لو انت حاولت انك تلقيه بالطوب يعني، او انت النجاح. ما هو ده بقى اللي بدا كتير من الاتحادات تشتغل عليه، ان هو انا حتى لو هاخد خطوه، لو مش هنجح النهارده بس بعد بكره او بعده او الاسبوع الجاي انا هكون ولا هي مساله موارد وامكانيات في الاخر يا استاذ محمد. لا لا لا، في اتحادات اسعد حالا واسعد حظا من غيرها. لا لا خالص، بص هقول لحضرتك على حاجه، مفيش حد بيشتغل ما بينجحش، طول ما انت بتشتغل حتى لو على اللونج ران هتحقق النجاح اللي انت كنت بتخطط له او اللي انت بتسعى له، وانت عندك كل الامكانيات اللي انت عايزها او محتاجها، غير لما تشتغل بسياسه عارف اللي يقول لك الشطره بتنزل برجل. ما قلناش حاجه، انا ما اختلفناش، فده كتر خيره بس لازم ندعمه. مظبوط، ما حدش قال لي غير كده، وده بيبان كده كده في شغلك يعني.
انت اتحاد زي اتحاد الباسكت مثلا من ضمن الاتحادات اللي بتشتغل بشكل كويس جدا، بس مستوى المنافسه مختلف تماما عن الهاند بول وعن الفولي. انت المنافسين اللي بيقابلوك في الهاند بول وفي الفولي هو منافس واحد تونس، بيجي من بعدها على استحياء انجولا او مثلا الراس الاخضر دلوقتي حديثا بقت موجوده لانها حتى كمان لعبت معانا فاينل 2022. لكن في الباسكت الدنيا بتبقى مختلفه، كره سله في افريقيا المنافسه فيها اقوى بكتير، اصعب بكتير، وعشان تقدر انك تعمل نجاح حتى لو انت قدرت انك تقدم النجاحات دي على مستوى افريقيا، لما هتطلع على مستوى العالم المنافسه بتكون اصعب بكتير. فدي بس اوريدي انت بتشتغل بتطور من نفسك وبتستنى الوقت المناسب اللي انت هتقدر تاخد فيه نفس المردود اللي بياخده لعبه زي الهاند بول او زي الفولي، النجاح فيها ممكن يظهر او يبان بشكل اسرع يعني. طيب اي دوله في العالم على مستوى الانديه الرياضات بتاعتها او مستوى المنتخبات بيبقى هدفها حاجه واحده والاهم، وهو المحفل الرياضي العالمي الاكبر الاولمبياد. طب. كل الدول بتشتغل على ده. طيب انا دلوقتي بتكلم في طبعا مش باريس، خلاص سيبنا من باريس، طبعا اتمنى ان كل وانا وكريم اكيد كل الابطال بتوعنا على كل الرياضات على صعيد كل الرياضات يحققوا لنا اللي يقدروا عليه، خلينا نقولها كده، بس هنقول ده المره دي لوس انجلوس 2028 مش هنقول نفس النغمه بقى، هنقول احنا عايزين اللي يليق بمصر، واللي يليق بمصر كمان في ظل الامكانيات اللي بقت افضل دلوقتي والاهتمام اللي بقى افضل والرياضيين اللي بقى ليهم مكانه ثانيه خالص والثقه اللي بقت عندهم، وانت حطيت نفسك على خريطه بعض الرياضات عالميا اللي ما كنتش اصلا يعني بتعدي من قدامهم حتى. ده حقيقي. فكل دي حاجات حلوه جدا تديني مؤشرات ان المستقبل الرياضي في مصر هيختلف، ولكن مازال برضو الموضوع محتاج شغل، ومحتاج شغل ليه لونج تيرم وميدل تيرم وشورت تيرم بلان، مش بس خطه اللي هو. فاستاذ محمد برضو من خبرتك ومتابعتك للملف ده، هل في اتحادات ماشيه في الطريق ده مع تنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، ولا كل واحد ماشي لوحده؟ لا 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 لا, لا يعني لا لا. خلينا نفهم منك. لا في اتحادات كتير جدا شغاله بنفس الوتيره اللي حضرتك بتتكلمي عليها، وشايفين ان هم في لوس انجلوس يعني هو مفيش حاجه بتبقى مضمونه 100% أكيد. ان انا رايح الميداليه موجوده في جيبي، ما ده مهما يعني. احنا مثلا السكواش احنا اسياد العالم في السكواش، كلنا كنا سعداء بدخول السكواش للوس انجلوس 2028، لكن لازم نفضل نشتغل يعني. مش هينفع ان انت تقول انا ما هو انت النهارده انت بطل العالم في كل على صعيد كل المنافسات رجال وسيدات فرق ومنتخبات فردي وفرق كل الحاجات دي بناشئين بالكبار كل الاصعده انت متسيد فيها السكواش، لكن لو انت وقفت عند الحته ان انا فيها بطل العالم وانا خلاص انا وصلت للتوب مفيش حد هيقدر يحصلني، لا كل الناس حواليك بتشتغل يعني. عايز اقول لحضرتك انه بمجرد دخول السكواش لاجنده الالعاب الاولمبيه بقى الزخم وكم الدول اللي مهتمه باللعبه ومهتمه بانه لا انا هبدا ان انا اهل لعيبتي بشكل مختلف، احطهم في احتكاكات مختلفه، هبدا ان انا اجيب لهم كل المدارس المختلفه في التدريب يعني. في ده بدا يتم استقطاب بعض المدربين من مصر لامريكا عشان خاطر يبداوا ينقلوا خبرات الخبرات المصريه والنجاحات المصريه تتكرر او يستنسخوها ان تبقى موجوده هناك في امريكا. فالتحديات هتكون صعبه جدا، لكن انا متفق معاكي بشكل كبير انه انا واحد من الناس مش متفائل 100%، مع ان اتمنى كل التوفيق لكل ابطالنا في باريس، لكن احنا السنه برضو اللي كان تم التاخير فيها من طوكيو رحلت اثرت بشكل كبير، لانه احنا للاسف بعد ما رجعنا من طوكيو الناس ما حسيتش انه كان هو فاضل سنتين على الاولمبياد، مش فاضل لك 4 سنين يعني. انت الاولمبياد الطبيعي ان انت بتخلص بقى قدامك 4 سنين على الاولمبياد اللي جايه، انت خلاص انت اوريدي سنه منهم راحت، انت رجعت خدت زهوه الفرحه ودخلنا في الاجواء بان احنا حققنا 6 ميداليات وخلاص ما اوريدي 21 خلصت، فانت عندك سنتين يا دوبك على الاولمبياد اللي بعدها، فالموضوع كان اصعب واشرس بكتير. لكن عندنا فرصة يعني عندنا فرصة ذهبية في لوس انجلوس ان احنا نكسر اولا نجيب اكبر عدد من الميداليات نحقق فيهم على الاقل 3 أو 4 ميداليات ذهب، واعتقد ان هم ان شاء الله ده نقدر نحققه 3 أو 4 بس يعني ميداليات ذهب. ما هو برضه هيبقى كويس كمعيار انا عشان نكون صرحة وامنة، انا مثلا من ضمن الاتحادات اللي شايفها انها تقدر انها تحقق ده في لوس انجلوس هيكون السلاح الخماسي
يعني هي نفس رفع الرياضات الأثقال، المتألقة الاسكواش. حاليا لا لا، ما يعني انت في كده كده عندك يعني العاب انت كده كده مميز فيها بالطبيعي، بالخبرات، بالجينات بتاعتك. انت يعني لعيبه مصر متميزين على مدار التاريخ في المصارعه رفع الاثقال، حتى لو هم في اسوء حالاتهم، حتى لو هم في اقل حتى الدعم، هم بيتمرنوا في مصنع حتى والله حتى لو هم بيتدربوا في مصر هنا من غير اي احتياج. وعلى ذكر المصارعه بصفه خاصه، ودي حاجه اتكررت كام سنه اللي فاتوا اكتر من مره، مصارعه وغيرها، فكره ان في لاعب بيضطر لسبب او لاخر، هو صح في ده او غلطان، مش ده موضوعنا، لكن لسبب او لاخر في لعيبه بتهرب من المنتخبات وبتهرب من البلد كلها وبتروح تتجنس بجنسيات دول اخرى بحثا عن الموارد المطلوبه عشان ترسخ اكتر البطولات اللي هم قادرين على تحقيقها، لان هم بنتكلم على ابطال في نهايه المطاف. ومن كام شهر كان في وقعه ما جمعت ما بين السيد رئيس الجمهوريه وبين السيد وزير الشباب والرياضه، وكلم فيها السيد الرئيس بشكل مباشر على النوع ده من المشاكل، وسأل السيد وزير الشباب والرياضة بأكتر من صيغة انتوا محتاجين ايه عشان بما معناه يعني ده ما يتكررش تاني. وكمان ده حصل بالتزامن مع ان في الفترة الأخيرة بقى في أكتر من مبادرة رئاسية ومشروعات قومية لإعداد أبطال أولمبيين مستقبليين. انعكاسات بقى كل اللي أنا بحكي لك عليه ده على الرياضة في السنة الأخيرة دي كانت واصلة لفين. بص عشان نكون أمنا، أنا واحد من الناس بشكل كبير يعني بنسبة 70 أو 80% ممكن يكون حالة بغدودة آخر حالة مصارع في مصر يكون خلاص يعني قفل القصة بتاعت فين؟ لا، في تغيرات كتير حصلت سواء على مستوى الاتحاد نفسه أو على مستوى خلي بال حضرتك مش دايما اللعيبة بتهرب طمعا في الفلوس او طمعا في انها عايزه تروح تاخد جنسيه تانية. يعني انت في لعيبه هي اوريدي مش رايحه عشان تحقق مجد رياضي في دوله تانية، هو عايز يخرج من اللي بيشوفه، من مشاكل اداريه ومن مشاكل نفسيه ومن عراقيل كتير جدا بتتحط قدام اللعيبه، وتدني الرواتب وتدني قيمه الجوائز. الامور دي بدات بتختلف بشكل كبير، بدا اللعيبه تحس انها فعلا لا بتاخد حقها، حاسه باجزاء كبيره من هم على الاقل. يعني بص انا في نماذج حتى قديمه منهم، كان طارق عبد السلام ده كان لعيب مصري بيلعب في مصر وراح اتجنس باسم بلغاريا. طارق ما كانش محتاج اي حاجه ماديا، او هو كل اللي محتاجه ان انتوا بس تحسوا انه المفروض انه في بطل موجود هنا. يعني انت مش عايز قدروا على المستوى المعنوي كذا حلقه قبل كده من البرنامج اتقالت لنا انا ونهاوند من ابطال كنا مستضيفينهم وبيقولوها وهم يعني صوتهم باكي، ان فكره ان احنا بننزل من المطار واحنا راجعين معانا ميداليه ذهب في بطوله عالم او في كاس عالم او كذا، واللاعب من دول بينزل يلاقي مثلا عمته وهي اللي بتنزل كده. ده اللي انا قلته في حلقه لما كنت بقول يعني مع احترامنا لكل الشخصيات الاعلاميه والممثلين احنا لازم يبقى في صوت اكتر على الرياضيين. انا ما غلطتش لما قلت كده، ده الصح. دي حقيقه، بس هقول لك على حاجه برضو للامانه، المنظور الاعلامي اتغير بشكل كبير. انا واحد من الناس، انا من اول ما بدات كنت بكافح على ان الالعاب الاخرى يبقى ليها مكان او يبقى ليها في سبوت محطوط عليها. الامور دي اختلفت اخر 4 5 سنين تحديدا، اللعيبه بقوا ناس كتير جدا عارفاهم، مش بالشكل المطلوب اللي اللعيبه شايفاه. يعني انا مثلا واحد زي رامي عاشور زمان كنت لما بتكلم معاه، وهي دي حقيقه، رامي في امريكا لما كان بينزل من اول ما بينزل من باب المطار لغايه ما يسافر، وعمر شبانه نفس الشيء، اسماء كبيره كتيره لغايه ما يسافر والناس كلها عارفاه واوتوغرافات قال انا بنزل مصر. يعني لو قابلت امين شرطه في الشارع هو ممكن يبقى ما يعرفش انا مين ولا يعرف دي حقيقه، انزل يلا ولا طب الواقع المرير ده قابل للتغيير؟ لا هو اوريدي اتغير، يعني اوريدي اتغير، بس انا لسه بقول لحضرتك لسه محتاجين تطوير اكتر، لسه محتاجين ناس تعرفهم بشكل اكبر. منبركم من ضمن البرامج اللي مهمه اللي بتبدا تعرف الناس كتير جدا بلعيبه وبنماذج كتير من اللعيبه، وده مهم بالنسبه لهم. خلي بال حضرتك أكيد. ان هو اللعيبه دي بتبقى، انا واحد من الناس قلت لك هم مش محتاجين، يعني مش محتاجين دعم مادي، هو ده اكيد عنصر من ضمن العناصر اللي هم محتاجين يشتغلوا عليه، محتاجين انهم يبقى موجود معاهم، لان ده هيفرق معاهم في سفرهم وفي تحضيراتهم لبطولاتهم والاحداث بتاعتهم. لكن هو الاكبر محتاج يحس ان اللي هو بيعمله ده ليه مردود، ان الناس بتشوفني، الناس بتقول لي مبروك، عاش يا بطل، كل ده هو ده بالنسبه له، هو بيحس ان كل التعب اللي هو تعبه ده في الاخر يعني حصد وبيديله حافز للاستمرار كمان.
ده اكيد. لكن هو لو كل اللي هو بيعمله ده في الاخر وحس ان انا رحت وجيت محدش يعرفني اصلا وانا ما عملتش حاجه، طب ده بيأثر نفسيا على اللعيبه دي. انا عندي بقى نقطه مهمه جدا، وده كان لسه ضيفنا اول امبارح تقريبا يا كريم معانا او بدايه الاسبوع مش فاكره، بس كان الاسبوع ده وكان بيتكلم عن بطل بارالمبي جميل اللي بيمثل فئه المكفوفين، وكان بيتكلم ان عنده ازمه صغيره جدا ان هو مش عارف حتى يعملوا دوري للمدارس. والبطل اللي كان معانا ده ان شاء الله هيمثلنا في بارالمبيكس باريس. فانت متخيل ان احنا دلوقتي لسه برضو احنا بنتكلم ايه، في تطوير حاصل، في اهتمام حاصل، وفي نتائج باذن الله تكلل مع هذا الاختلاف، لكن لسه انت عندك مشاكل قليله. عارف دي تخلص ازاي؟ دوري المدارس، تليفون، مساء الخير، ايوه رجعوا دوري المدارس. يرجع دوري المدارس. فهي دي النقطه، هو حتى على الهوا معانا قال لنا احنا عايزين بس حد يعني يتكلم او يبقى في تنسيق ما بين الوزاره عندنا ووزاره التعليم، رجعوا دوري المدارس. ناهيك عن انه اشتكى من شويه رفايع تعتبر في منتهى الاهميه، ان الكوره اللي بيستخدموها كره القدم 6000 جنيه تكلفتها كام، ويعني ودي شكوى متكرره. لسه اقول لك، اللعيبه بتاعتنا بقى اقل الامكانيات وبقى تقدر تبقى بالنسبه لهم مثلا، يعني هو انت ممكن تكون شايفها طلبات كتير، هو ما عندوش مشكله الطلبات دي، طب انت ساعدني في جزء وانا هحاول، انا يعني الباقي مش هضغط عنه، انا اللي هحاول ان انا اخلصه، انا هحاول ان انا اساعد في ان انا يبقى عندك بطل في رفع اثقال مثلا او في كمال اجسام او رياضات محتاجه يعني بند التغذيه فيها في منتهى الاهميه، الناس دي بتجاهد عشان تاكل اللي يقضيها واللي يدعم ان هم ابطال في الرياضه وبيشتكوا من قله. والله هقول لك على حاجه يا استاذ كريم، انت رحت لنقطه مهمه جدا، بس هي مش قصه التغذيه بس، ده انت كله. الموضوع ده اصلا في احنا جه علينا وقت احنا توقفنا سنتين منشطات بسبب انه غياب انه في دكتور تغذيه موجود مع المنتخب. صح انا فاكره دكتور تغذيه. طب حضرتك دلوقتي اللعيبه اكلت اكله والاكله دي محقونه منشطات او فيها منشطات، طب الطبيعي هو المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات ملهاش اي علاقه بان انت تعرف او ما تعرفش. هو مرجع العينه دي عينتك ايجابيه، حضرتك اتوقفت. طب انا ما كنتش اعرف، ما تتوقف الاول بعد كده بقى بحاول تعرف. والوقف مش مجرد وقف، ده بيأثر على المستقبل، البطل ده ممكن خلاص على فكره ما يكملش. هو اللعيب نفسه وين احنا وكله في الاخر يطلع مثلا عشان معلقتين باميه مثلا. لا ما هو ما يعني والله هي ساعتها كان فعلا في يعني اكلات فيها مواد معينه، في اكلات صينيه بسبوسه طبعا بسبوسه صينيه بسبوسه هي اللي وقفت المنتخب. الله ده احنا في رمضان لو عملوا لنا اختبارات لو حللنا في رمضان هيبقى وضعنا صعب. في لعيبه ثانيه اتوقفت عشان سندوتش برجر، ما انت هي القصه كلها. طب هو اسمه كلام يا استاذ محمد؟ لا ما هو طب ينفع كده يا استاذ محمد؟ انا اقول لحضرتك على حاجه، انا لما قعدت اتكلمت مع الناس بتاعت المنظمه المصريه لعبه مكافحه المنشطات كانوا اتكلموا ان هو انت الطبيعي لا الاختبار ده مش هننجح فيه خالص. انت اللعيبه مسؤول عن كل ما يدخل سواء بقى ان كان اكل او شرب. ايوه ما هو لازم يكون هو مسؤول، بس لازم يكون في حد مسؤول عنه. أيوة يعني هي ده بقى ده اللي بنتكلم عليه، انت ده مهم جدا ان انت لازم تبقى في لعيبه اولمبيين قبل ما يعني على سبيل المثال منهم هدايه ملاك بطله مصر في التايكوندو. طبعا رايحه تخلع درسها، مش هتعمل اي حاجه ولا هتاكل اكل ولا هتشرب هتاخد بنج قبل. قالت للدكتور لو سمحت قبل ما تعمل اي حاجه شوف لي قول لي ايه الادوات المستخدمه اللي حضرتك هتستخدمها، سواء ان كان بنج او ادوات فتح او اي حاجه هتستخدمها وابعتها لي، او قول لي ايه هي وانا هبعتها للدكتور بتاعي يقول لي تمام. لا ما هو ده ذكاء من لاعب وخبرات، نتيجه ان هي اتعرضت لمواقف او شافت قدامها الحالات دي بتحصل، فبقى بالنسبه لها الامر اسهل من كده بكتير، بقت عارفه انه لا انا المفروض هنا. فده اجزاء كبيره جدا من التوعيه بدات تتم، بقى في تنسيق كبير بين وزاره الرياضه وبين الاتحادات في انه من اللعيبه المصريه حرفيا ما كانتش تعرف الكلام ده، ما كانتش تعرف يعني ايه ان انا رايح اكل اكله انت ممكن الاكله اللي انت هتاكلها دي ممكن بكره توقفك. شيء عجيب. لا. يعني ابقى بطل وقاتل نفسي في التمرينات وبطولات وحقق انجازات وساندوتش برجر يوقف مستقبلي الرياضي. ما انت ما ساندوتش برجر ده لو هو محقون، اللحمه اللي موجوده المصنعه فيه محقونه عن طريق ماده لانه الحيوان نفسه يضر لبن اكتر يبقى عنده لحم اكتر فدي دي هتأثر، محقونه هرمون اهو طبعا. حضرتك هتخلو هتاكل اللحمه دي، هتيجي نحلل عينه هتطلع ايجابي. طب حضرتك توقفت ليه؟ انا والله ما اكلت حاجه
فيها خالص منشطات، ولا خدت ده حتى تابلت يتكسف ولا يرد على السؤال على مفيش فكرة. انت ولا خدت تابلت ولا خدت حتى حقنه ولا اي حاجه تبقى فيها منشط، فانت لازم يعني لا الموضوع مهم، الموضوع مهم، الموضوع يعني تحكيه مضحك بس هو طبعا كارثي، يعني هو موضوع كارثي وهيؤثر على الرياضه المصريه ان بس لم بقى يكن هناك كتير. بقى يعني نظرا وقفه حقيقيه بقى في بجد. كتير لعيبه اتضرت، إيهاب عبد الرحمن طبعا كان كلنا على يعني على امل حلم في ريو دي جانيرو، والراجل ده يعني حرفيا بقى احنا كنا بنتكلم ان رقم ايهاب احنا رايحين ضامنين ميداليه لونها ايه، ذهب فضه برونز حسب يعني رميه ايهاب بقى اللي هيحققها في ريو. طب وايه اللي عطل ده، ورك فرخه في الحاله بتاعته ولا منشطات؟ ما هي القصه انه انت اخذت منشط وانت مش عارف ان ده منشطات، اتوقفت سنتين، ايقاف سنتين، وانت انت بص هي الموضوع كمان ما هو غياب الثقافه هنا هو اللي كان اثر على، فعشان كده الاهتمام بقى بالموضوع ده مهم جدا، بقى ملف فيه بقى ملف مهم ان احنا نختم بيه فعلا، وممكن كمان يتعمل له حلقه كامله. استاذ محمد كالعاده دايما بيكون القراءه معاك مختلفه، نورتنا بجد، شكرا لك. الله يخليك يا استاذ ناندرو، شكرا، نورتنا وشرفتنا، ونشوفك على خير قريب باذن الله. خلونا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام.